الذي غرس الأمل في الأمة هو محمد عليه الصلاة والسلام. والله من قرأ سيرة محمد عليه الصلاة والسلام إن الهم والغم واليأس والإحباط والتشاؤم لا يمر على قلبه. ومن عرف الله فإن كل تعب ونصب وهوان وذل وخوف يتلاشى إذا عرفت الله، لأن الله هو أمان الخائفين، ولأن الله جل وعلا هو رب العالمين. والإنسان أحيانا في الحياة يطمئن إذا شاف واحد طق صدره قال ابشر بعزك، إذا قال ابشر بعزك أنت في وجهي لا تخاف جل همك والسوالف الزينة ذي ها. وأحيانا يكون اللي طق صدره وقال جل همك هو الهم بنفسه، ويمكن هو عنده من المشاكل ما لم يستطع علاجها. لكننا نقول من كان يعرف الله فلا هم عنده، لأن الآلام والأحزان والخوف من المستقبل والخوف من بكرة والحزن اليوم وذكريات الأمس كلها تتلاشى مع التوحيد. من عرف رب العبيد فإنه لا يحزن لا ييأس لا يقنط، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون كما قال يعقوب.